طيب اليوم محاضرتنا عن الليكسيكال سيمانتكس والمالتي لينجواليزم. هنعرف شو معنات الليكسيكال سيمانتكس. المحاضرة اللي قبلها اللي كنتوا انتم بتعرفوها كانت عن الانتولوجي، بس كنا ماخذين عن الاشي اللي بنسميه الابليكيشن انتولوجيز. بتمرش عليكم بجوز اشي غير الابليكيشن انتولوجيز او اللي بنسميها اللوجيك انتولوجيز. هلا في انتولوجيات لغوية. في هذه المحاضرة طبعا هاي الفيديو من هون. في المحاضرة أول شيء أول سلايد حنوقفه عن شو الفرق بين إشي بنسميه الابليكيشن أنتولوجي وبين اللينغويستيك أنتولوجيز. هلا بعدين حنشوف شو معنات الليكسيكال سيمانتكس، وحنشوف بعدين إشي بنسميه المينينج تريانجل، شو معنات المعنى باختصار، المعنى تبع الكلمة شو يعني. بعدين حنأخذ شو معنات الترادف وتعدد المعاني للكلمات، وبعدين شو يعني تعدد اللغات. هلا حندرس هاي المحاضره مقدمه لمحاضرات اخرى عن اللي هي بنسميها اللينغويستيك اونتولوجيز او الليكسي بعض الثيزورس، شو يعني الثيزورس. برضه حندرس الويرد نت، بعدها حندرس الارابيك اونتولوجي. ضروري هاي المحاضره تكون مقدمه ل يعني الثيوري تبع اللينغويستيك اونتولوجيز. طيب شو يعني اللينغويستيك اونتولوجي؟ هلا انتم شو اللي بتعرفوه؟ شفتوا امثله على اونتولوجيز اللي بنسميهم ابلكيشن اونتولوجيز، زي مثلا اونتولوجي للحكومه الالكترونيه كنا بنعرف فيها. اذا بتتذكروا كان في رسمات، وهي الرسمه زي الاي ار دايجرام او الاو ار ام دايجرام او الاي UML class diagram، كنا منه منحدد المعنى من الأشياء اللي مجاورة له، مظبوط؟ هلا ومن كنا نساوي هذولاك الأنتولوجيز علشان بعض نستعملهم في بعض الأبليكيشن أو class of applications، زي مثلا في الـ e-government تعريف مثلا company كانت تتبناه الوزارات الفلسطينية، زي مثلا تعريف كتاب تتبناه بوك ستورز او لايبرز معين. هلا هان او سوري هناك في 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 الابلكيشن اونتولوجيز ما كنا نتطلع على معنى كلمه كومباني باللغه، كنا نتطلع على معنى كلمه كومباني ب مجال الحكومه الالكترونيه فقط، صح؟ ما كنا نتطلع على معنى كلمه كتاب باللغه، كنا نتطلع على معنى كلمه كتاب بما يخص الشركات، مزبوط؟ هلا فالابلكيشن اونتولوجيز عادة لما نبنيها ما كنا نشوف مشكلة البوليسمي، البوليسمي اللي هي انه الكلمة لها أكثر من معنى. بينما إذا جينا نبني اونتولوجي بتمثل اللغة كلها، فممكن كلمة كومباني يكون لها أكثر من معنى. هلا هناك ما فكرنا انه لها أكثر من معنى، صح؟ لأنه كنا بنبنيها لأبليكيشن معين، مزبوط؟ إذا جبنا نبنيها للغة بشكل عام لازم ناخذ بعين الاعتبار إيش؟ تعدد المعاني تبع كل كلمة بنستعملها في هاي الأنتولوجي. الإشي الثاني إنه كنا إحنا مركزين على يعني مين قال إن هالكومباني إتس أليجال إنتيتي ريجستر تو كوندكت بزنس، هيك معرفة بالقانون الفلسطيني مثلا. حدود تفكيرنا، حدود المعرفة اللي كنا نمثلها، حدود يعني المعنى اللي كنا نمثله، كنا نتطلع على قانون معين، على فهم معين لأبليكيشن، مزبوط؟ ونمثله. ما كنا نتطلع على فهم الناس وفهم اللغويين لا أو كيف المعنى باللغة، ونمثل المعنى باللغة بشكل عام، مزبوط؟ لما نعمل linguistic ontologies بدنا نتطلع على المعاني بشكل عام كيف هي في اللغة، بغض النظر عن ابليكيشن معين، واضح؟ طيب استعمال اللينغويستيك اونتولوجي، استعمالها
عادة يعني independent من application معين، ها؟ بينما استعمال application ontology بيكون محدد ل مجال معين، يعني يا بنقول application أو class of application. شو يعني class of application؟ نفس الإشي، نفس الإشي بيشبهوا بعض. طيب هلا اللي احنا هلا مركز عليه الان من الان فصاعدا اللي هو شو معنات المعنى او شو علاقه الكلمه بالمعنى، وهذا العلم اللي بنسميه الليكسيكال سيمانتكس. شو يعني الليكسيكال سيمانتكس؟ اللي هو دراسه هاو اند وات، يعني ماذا وكيف اللغه كلمه معينه ممكن تأشر لإيش، يعني علاقة الكلمة بمعناها. هذا هو علم الليكسيكال سيمانتكس باختصار. هلا بس نحذركم من شغلة، إنه من نحكيش عن كلمة مقصدة كلمة، يعني كلمة جامعة بير زيت هاي بلوك وحدة، كلمة وحدة، هاي كلمة وحدة. السلطة الوطنية الفلسطينية هاي كلمة وحدة، مزبوط. القومية العربية كلمة واحدة، المملكة الأردنية كلها كلمة واحدة. ويل هي مش كلمة، هي مصطلح. ويل شو يعني مصطلح؟ بدناش نقول بالإنجليزي نسميها lexical unit. lexical unit يعني ما خرج لها. أيوة it's one unit. it's one unit. ماشي؟ فلما نقول كلمة مرات مجازا ما قصناش فيها كلمة واحدة، قصنا فيها بلوك كامل. كيف بنفهم المعنى تبعها؟ بشكل عام او تبيكلي المعنى بنفهمه لما نتطلع على جوارها من كلمات وسياق و و و ها باي سياق انقالت، شيل الكلمات اللي حواليها. فعاده معنى الكلمه بتحدد من عاده من اللي حواليها. هلا عشان نبقى عارفين انه هذا علم كامل، علم واسع جدا، قديم جدا، آلاف السنين، والعلماء يبحثوا في علاقة الكلمة بالمعنى. هل الكلمة ممكن، يعني هل الكلمة نفسها لها معنى ولا فقط بس لها معنى لما تنحط في جملة؟ بنقسم العلماء. هل يعني لما بقول لك تقدر تحدد، يعني تقدر تحدد لي معنى كلمة بدون جملة؟ حسب الموقف. تخدم من جملة ثانية، تخدم في جمل لازم أنا في كل أشهر المعنى تلزم لك في جمل، بس في كلمات تشيل أشياء واحدة، فهي بتحدد معنى هذا. هل الكلمة يعني هل في معنى الكلمة ولا المعنى جاء للجملة ولا المعنى جاء للفقرة كلها ولا إيش بالضبط؟ هل في علاقة بين المعنى والسينتاكس والجرامر؟ في علاقة؟ حسب اللغة، في العربي لا تقدر تستخدم أكثر من سينتاكس. لا بلا يعني هل بالإنجليزي لازم يكون نفس الشيء؟ قصدك بجوز العكس أنت؟ العربي ضروري. على فكرة كل اللغات نفس الشيء أعتقد. إنه هل في علاقة بين الكلمة والجرامر تبع اللغة؟ يعني المعنى تبع الكلمة هل له علاقة بالجرامر؟ هل بتحدد من الجرامر؟ الجرامر اللي هو التصريف، يعني انه هي اجت فاعل اجت قبلها فعل حرف جر، اجت بعد بالانجليزي كان في اسمها مثلا. اذا المعنى بتحدد من الجرامر معناته كل لغه لها معانيها الخاصه فيها، تشتركش فيها مع اي لغه اخرى، لانه المعنى وين موجود؟ المعنى موجود خارج اللغه، يعني خارج الكلمه نفسها. لا الليكسيكال سيمانتكس قلنا بيركز على المابينج بين الويردز والكونسبتس اللي بتشير الى هذول الويردز. في كثير العلماء مختلفين في هذه القضايا زي ما حكينا، كثير مختلفين في عده مدارس، اخرهم بجوز واحد اسمه تشومسكي كان بيجي على جامعة بير زيت قبل العام الماضي، وهذا يعني عمل تغييرات ضخمة جدا في هذا العلم، والعلماء العرب وقبلهم كمان اليونان وهم بيبحثوا في
هذه القضايا. There are different theories and approaches in defining the relation between a lexical unit and its meaning. For example, can we understand the meaning independently of a sentence? Can we understand the meaning independently of the grammar, the morphology, and etc.? Such theories and approaches, مثلا من أسمائهم في شيء اسمه نسميه pre-structuralist semantics. اللي هو تشومسكي، أراء تشومسكي قبل ما يغير رأيه، لأنه تشومسكي تقريبا غير رأيه بالكامل بعد يعني بالفترة الأخيرة. وفي شيء اسمه structuralist semantics non-structuralist semantics. Interpretive semantics, generative semantics, cognitive semantics لعالم واحد اسمه لوك. ففي كثير من القضايا اللي مش يعني لازم نعرفها او النظريات، هذا علم ضخم جدا واسع جدا. علاقه يعني علم معاني الكلمه. احنا اللي جاي اقول لكم اياه اليوم انه احنا ما لنا علاقه بكل هذول. يعني مش حندرسهم. مش انه ما لناش علاقه نستنكرهم، لا. ولكن احنا اخذنا منهج هندسي براغماتي عشان نبني ابلكيشنز للكمبيوتر، لانه احنا هنا ما بنحاول نفهم النظريات هاي من اجل اننا نقول اني الاصح او ناتي بنظريه اصح. كل اللي بيعنينا هون احنا ان نمثل المعنى داخل الكمبيوتر عشان نقدر نبني اي تي ابلكيشنز. واضح؟ انا حندرس نظره بسميها انا كومبيوتيشنال وانجينيرنج فيو فروم فيو فيو بوينت. او نبدا بهاي، نبدا في هذولا اللي هم هذولا ثلاث قضايا. نتعرض للقضيه الاولى، شو معنات المعنى؟ معنات المعنى بتحدد في هذا المثلث اللي بنسميه مشهور جدا، اللي بنسميه مثلث المعنى. ايش يعني مثلث المعنى؟ انه في عندنا بيقول انه في عندنا سيمبل وكونسبت وثينك. سيمبل وكونسبت وثينك. ايش يعني؟ نبدا نبلش من ثينك. شو يعني ثينك؟ يعني انا في عندي نفترض انه هذا القلم. هلا هذا قلم ماشي، هذا انا سميته قلم، كنا نسميه بن، كنا نسميه اللي بدي اياه، بس هذا شيء، هذا شيء واقعي ملموس، ملموس. طبعا مع انه في نظريات لا تعتقد انه في الاشياء، انه في اشياء موجوده بالواقع، وكل هي توهماتنا انها موجوده بالواقع. بدناش ندخل في هذا العمق، بس في عندنا ايش؟ شيء موجود طلعنا عليه. وفي كمان شيء ثاني، هذا شيء اخر، هذا شيء، هذا شيء، وهذا شيء، شيئين عن معي، أنا حامل شيئين في إيدي، هاي الأشياء الموجودة وين؟ بالواقع. هلا شو انطباع أو تصور كل واحد فينا عن هاي الأشياء؟ شو تصورك عن هاي؟ إنه تستخدمه عشان تكتب. إشي بستعمله عشان أكتب. كمان؟ لونه أحمر، مكون من مثلا بلاستيك، في بكلبه حبر، وا 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 وا، مزبوط؟ ففي مجموعة صفات لهذا الإشي في راسك، في مجموعة صفات، مزبوط؟ طيب بدي أقول لك، روح اشتري لي اليوم، خذي هاي فلوس وروح اشتري لي إشي عشان أكتب بيه، لونه أحمر، مكون من البلاستيك، في بكلبه حبر، بصير تضحك علي، مزبوط؟ ليش؟ لانه احكي لي شيء قلم. ليه تضحك علي؟ ليش لما حكيت لك شيء قلم؟ طيب، اوكي، اذا في عندنا كلمة قلم أو صوت قلم، مش شرط أكتبها قلم. ممكن أقولها بالصوت، صح؟ هل في عندنا هي بنسميها السيمبل. هاي تستدعي شيء. لما اقول كلمه قلم بيستدعي شيء في راسك، مجموعه من الصفات
اللي بتحدد ايش هاي الصفات انت بتستعملها عشان تدل على اشياء بالواقع. على فكره هذا اللينك مش موجود، هذا انتم بتستعملوه، انتم بتستعملوا هذا اللينك بس هو بالواقع مش موجود. شو هذا اللينك؟ لما اقول لك شو هذا تقولي لي ايش؟ كلام، كلام بشير له هاي، ولكن هو هذا مش موجود. هو انت كلمه كلام راحت على مخ، طلعت في مخي، حددت مجموعه صفات ونزلت عشان تحدد بالواقع. هلا ناخذ مثال اخر، كلمه سياره، شو اجاب راسكم؟ ايش الاربع عجال؟ اربع عجال بس؟ انا حاليا الشكل في قدام اربع عجال. ها اول يعني لو هذا راس مصر. انو سياره مين اجت براسك؟ ولا واحد. اجاب راسي؟ ايش بشكل عام؟ ايش بشكل عام؟ ترى شو اجاب راسك؟ لا عشان افحص اورجيك شو اجاب راسك؟ انت شفت امبارح السياره هي توكي؟ ها؟ لا هذا مرفوض الكلام صح؟ ليه مرفوض؟ لانه لا ينطبق مجموعه الصفات اللي في راس كل واحد فينا عن سياره ها تتضمن انه السياره ما بتوكلش، تسمعش انها سياره توكل. فاحنا اللي في راسنا مجموعه من المفاهيم عن الاشياء، كل مجموعه من الصفات بنحطها ونعطيها اسم، بنقول مركبي إلها at least three wheels يعني إلها أقل ثلاث عجال، بنستعملها للتنقل و و و و و أجزاء واحد اثنين ثلاث. هاي الصفات بدل ما كل مرة نكررها لما نحكي نعطيها إيش؟ اسم. طب شو علاقتها بالواقع؟ هاي بتشير لبعض، بتشير. هاي كلمة بتشير غلط، ما هي هاي مجموعة من الصفات، كل شيء حطه هون كرة أرضية، كل شيء على الكرة الأرضية واللي مدركه إذا انطبقت عليه هاي الصفات فيعتبر إنستانس لهاي الصفات اللي في راسنا، إنستانس لهاي الصفات اللي في راسنا. يعني تعريف الكونسيبت ها؟ ناخذ هون كلمة تيبل. تيبل شو أجاب راسكم؟ جدول. أنا شوف أجا براسنا مثلا جدول ها. إشي بيشبه ها بس مش زي ها، صح؟ يعني أنا ممكن أظل أورجيك الجداول، أنت تقول لي هذا جدول، لا هذا مش جدول، هذا بس بغض النظر عن شكله كيف، مزبوط؟ إذا شو اللي براسك؟ مش الصورة هاي. اللي براسك إيش؟ مجموعة الصفات اللي بتميز اللي أنت بتستعملها عشان تميز الجداول عن اي شيء اخر. مجموعه من الصفات زي مثلا a set of data arranged in rows and columns. يعني كمان مره انا لما بقول كلمه او خلينا نقول مجموعه الصفات اللي في راسي هاي، تخيل يا علي، تخيل انه انت معك منخل، منخل منخل حط فلتر، حط كل شيء في الدنيا كلبه وهزه وطلع بس الجداول. يعني بمعنى اخر تركيبه الخزوك اللي فيه اللي هي ايش بتحدد؟ او تخيل عندك روبوت بتطلع على الدنيا وين في جداول ايش بيساوي؟ بكيمة. ها؟ اذا هذولا اللي كانوا اللي بتنطبق عليهم ايش؟ صفات الجداول، مزبوط؟ هاي الصفات اللي حددناها لا عشان نميز مش جدول عن مصفوفي، مش جدول عن عن منيو، مش لا جدول عن اي شيء في الدنيا. واضح؟ اذا هاي اللي بنسميها سوري ولا خليني ارجع شوي، هاي هي الكونسبت وهذا هو الانستنس. هلا اللي بدي اقوله زي ما قال علي قبل شوي، انا اجى براسي شيء ثاني، اجى براسي طاوله
لما قلت تابل اجى براسي طاولة. لانه كل ما هنالك انه انت اعدت استعمال كلمة جدول عشان تشيل رشاقتين. انساك من جدول. جوال. انتم زمان قبل 20 سنة شو ما كنا نعرف انه جوال معناها؟ لا قبل 20 سنة ما كانش جوال. جوال؟ واحد يتجول. الجوال زي الباعة جوال. يعني شخص يخد متجول. بعدين احنا قررنا الناس ان نعيد استعمال كلمة جوال عشان نعني ايش؟ عشان نعني كونسبت اخر. فهمتوا علي؟ فالكلمة قد انها تشير الى اكثر من ايش؟ من اوبجكت كونسبت. الاوبجكت والانستنس هذا هون في شيء علاقة. قلت لكم هاي العلاقة هي بالواقع مش صحيحة، مش موجودة. لما انا بقول كلمة علاقتها مع الاشي اللي هون لازم تمر من راسي. بس في اولوية. فهمت علي؟ بس ركز على هاي النقطة. هلا بنحكي علاقة هاي تيبل هون مع تيبل هار. العلاقة هار مع هذا الشيء من وين لازم تمر؟ من راسي. مرش من مباشرة. ولا لازم مر هيك. هلا كل اذا هاي شو بنسميها الكونسبت. اذا شو تعريف الكونسبت صار؟ مجموعة من الصفات اللي ايش؟ مجموعة من الصفات. اول شيء هي ثرى اصلا. صح؟ يعني اول شيء هي مجموعة من الصفات. أو الشروط أو اللي هو بتكون أهم شيء إنها بالراسة. إنها مش موجودة بالواقع. هاي الصفات مش موجودة بالواقع. مش موجودة. هاي أنت اخترعتها. إنسان أنت اخترعتها. هلا مجموعة الصفات هاي اخترعتها أنت، موجودة في راسك. لإيش طيب اخترعتها؟ مش عشان تعطي سيمبل. تعطيش سيمبل للصفات. لا عشان تميز. انت اخترعتها عشان تميز الاشياء في الحياه. تميز شيء عن شيء. يعني انا هلا لو جبت كلكم بالمناسبه شفتوا في فاكهه طالعه جديده هذيك اليوم شفتها بالسوق. فاكهه ما شفتوهاش؟ شكلها لونها كحلي. كحلي كحلي. لونها كحلي. لا فاكهه مش خضره. فاكهه لونها كحلي. كحلي غامق. لما تفتحها بتلقاها يعني من جوا فاضيه فيها مي، وهي من جوا بيضه. كيف شكلها من برا متحضر؟ كبيرة يعني؟ ما شفتوهاش؟ لا كيف رمضان؟ هلا شوي شوي فاكهة يعني بتيجي هي شكلها كروية. بحكي يعني شكلها كروي من يعني لما تقشرها من برا كاس كثير، لما تقشرها تلقاها من جوا أبيض. من جوا فاضية، هي مليانة مي، بنشرب ميتها. هاي الفاكهة اعطوها اسم. جوز الهند الكحلي. عارفين بالضبط هو شو ساوى؟ وانتو شو حاولتوا تساووا؟ وانا بستثير فيكم. انتو انا ليش عملتوا سير؟ انتو عارفين بالضبط شو قاعدتوا تساووا؟ قعدتوا انتو في براسكم معرفة معينة. في براسكم كونسبتس. صفات، مجموعة صفات، باكج من الصفات زي هيك، باكجز من الصفات مرتبينها ومعطينها ليبلز، معطينها اسماء. يعني في براسكم مفاهيم معينة للحياة مرتبينها بطريقة وعاملين ديكشنري لحالكم، رابطين كل كلمة بأنو كونسيبت بدكم اياه. لما انا استحدثت لكم شيء جديد بتعرفوهوش
ولا يمكن تقبلوه الا لما تروحوا ترتبوه وتحطوه. هلا ترتيب لكم شو عم انتم ترتبوه؟ بتصيروا تدوروا وتسروا انكم لازم لازم نعمل له صفات تميزوا عن الصفات الاخرى اللي مخزنه في راسنا. ها واضح؟ عن الصفات الاخرى اللي في راسنا هلا. وبالتالي بعدين بتروح تعطي اسم. بس اول شيء بدك اول شيء بشو تساوي؟ بس عشان تضيف عمليه الادخال في مخك لازم تميز. فالتمييز مهم جدا 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 جدا. هلا فلتقولوا هلا هون شو هاي بنسميها؟ ثينك او انستانس. شو يعني انستانس بالعربي علي؟ مثال. الغلط. الانستانس المصدر. ايش يعني المصدر؟ يعني الاشياء التي تصدق، الاشياء اللي بالواقع التي تصدق هذه الصفات. فما صدق من هون، ما صدق هذه الصفات، هذه الاشياء التي صدقت هذه الصفات نسميها بالعربي اسمها المصدق. الانستنس معناها المصدق. على فكره بالجافا هذا الكلاس وهذا الاوبجكت، ها هذا اسم الكلاس. بس هلا هاي المشكله مش لغويه بالجافا، لانكم ما بتواجهوش هذيك زي الابلكيشن اونتولوجيز بتسووها. ما ندخلش بتفاصيل المعاني. في اي سؤال لحد الان؟ شفتوا كيف انتم بتعملوا كونسبتشواليزيشن؟ يعني كيف تعملوا الكونسبتس؟ بتيجي انت شوفوا الولد الصغير. بالمناسبة أنا دائما بضربها عن قيس. هذا ابن الصغير. هلا هو بحب الشوكولاتة. يوم أعطيته الدبس مع طحينة. كيف؟ قال إيش؟ شكله شوكولاتة وحلو بس سائل. هلا هو كشايف شوكولاتة سائحة كبيرة. فخلص صنفه تحت إيش؟ شوكولاتة. هلا ذاك طعمه شاف انه بعد فتره انه لا في ديفرنسز. فرجع بده يعمل هاي بسميها انا مفاوضات مع المجتمع. فبده يرجع ويميز عيد تمييزات عشان يقدر يرتبه في ترتيب معين. في اي سؤال؟ ها؟ كيف رتب يعني؟ ليش بيجي بخطف بالك ليه بيجي بخطف بالك الجدول؟ طاولة وجدول. لأنه بال أوكي. هلا أنت بتشوف. هلا أنت أول ما تشوف أوكي. هات أقول لك إياه. هلا أنت أول ما تشوف. طب أعطيكم مثال. عمركم شفتوا معلش مثال شكله ما نتحدث من خلال الجملة. لا هلا عمرك شفت عمركم شفتوا يعني مثلا في احنا اشياء كثير مش متعودين عليها خلص مش موجود بواقع. يعني مثلا عمركم شفتوا الجبنه المعفنه؟ عمركم شفتوها؟ خلص ليش مش شفتوها؟ للي منكم ما شافهاش. للي منكم ما شافهاش راكبوا اللي يعني اللي ما شافوهاش اللي شافوها راكبوا اللي ما شافوهاش جبنه معفنه عفن. عارف كيف العفن؟ عفن كامل. هلا هاي تخيلي انت وانت بتاكلي فيها. هلا انت اصلا ما شفتيهاش فهي مش موجوده عندك مزبوط؟ انا شايفه صوره يعني اما حقيقه لا. هلا بالتالي ما دام الكونسيبت مش موجود عندك خلص يعني انت مش شايفه كبير. بس انت اول ما تشوف الاشي تبدا ايش تصير تساوي؟ ترتب بيه. هلا وين انت بتعطيه اسم؟ لما بصير بحاجه تحكي عنه. زي دخل في جاي اثنين من المريخ على جامعة بيرزيت أو كليتنا يسرقوا كل شيء في الكلية. عمرهم بحياتهم ما شافوا اللي شايفينه هلا. أنا اللي شايف قدامي شو شايف أنا هلا؟ ناس وطاولات وكراسي وكمبيوتر. بس هذا أنا بعرف إنهم هذول هم. أنا أصلا معلومات مرتبة في موقع. بس هو دخل واحد منهم، كل واحد منهم دخل على صف. هلا دخل أول واحد علينا طلع علينا وشاف ما فهمش شو هذا اللي موجود قدامه. هلا ايش سوى؟
شاف اشياء اللي هو بصير يطلع في اشباح تشبه بعض. في الاشياء هاي اللي لونها بني يعني عن الكراسي قصدي محطوطه قدام الكمبيوترات لها اربع جرين لها هلا هو وشو بشوف شمال الشغلات الثانيه شاف إشي له يعني بما معناته له جرين ثنتين وله ايدين وقاعد وله راس هلا هون وراح للي بحده هلا هو شاف عمل ابستراكشن عمل شاف راح كل اللي بحده للي جاي معاه على الصف الثاني رايح كله شو شاف كله شفت اشياء لها جرين لها ايدين قاعده على كراسي لها راس يعني هو بلغته بصير يوصف هلا صار وصف له بعدين كمان مره بده يرد يشير لهي الاشياء شو بقول لصاحبه هلا بيعطيها سيمبل بيعطيها اسم بصير كله ايش روح جيب هذولا ال كذا اللي بيعطيها اس اكس فهمت شفتوا كيف انتو بيعطيها اسم هلا الاسم هذا ديروا بالكم هو اللي بصير الولد الصغير اذا بتلاحظوا اول مره كل الاشياء الزاكي مسميه شيء زاكي ما اعرف انتو ربيتوا هيك كمان ولا لا خلص كلها بصير شيء زاكي بعدين بصير يميز بين الاشياء الزاكي الكولا من الشوكولاته من الشيبس من 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 من, من. مزبوط فشوي شوي بصير يميز هلا اللي هذا من المريخ ما ميزش بين ذكر وانثى هون بس مكلب الماك قاعدين بالصف ما ميزش ما لزموش يميز بس اذا بيلزمه يميز بيميز وعلى فكره اثبت لكم هاي النقطه هل في انا بدي بس قدامي كمان هل في لواحد هيك ساجد سوري غلطت عامل هيك في لها اسم باللغه هاي الوقفه في لها اسم باللغه العربيه ساجد ايه راكع سوري راكع طيب واحد راسه على الارض لها اسم باللغه العربيه ساجد طيب واحد عامل هيك واقف واحد عامل هيك كرفصاء كرفس باللغه العاميه طيب وواحد عامل هيك مكتف مكتف طب واحد عامل هيك هيك لا مالهاش اسم مالهاش كلمة مالهاش كلمة باللغة العربية يعني ورجيتكم وقفات إلها كلمات بس مش كل الوقفات إلها كلمات يا جماعة مش كل الوقفات إلها كلمات باللغة العربية لما يلزمنا نعمل كلمات لما يلزمنا نحكي عن هاي الوقفات بنصيرش تقول لما يبقى الشخص واقف وراسه مايل وحاط ايده على خصره خلص بتعطيها ايش؟ كلمة مظبوط ولا لا؟ فانتوا الكلمات بنعطيها بنصدرها لما يلزمنا نحكي عنها. طيب هل في كلمة من اللغة العربية لاثنين قاعدين بالجامعة بيحكوا مع بعض؟ يعني ان شاء الله هيك يعني بحبوا بعض في في كلمة؟ نقول بحبوا بعض؟ لا. ايش؟ انت مين؟ ايوه. هلا أنا طلعها الكلمة هل نعرفها من اسمها؟ من عادل إمام. بس مش هيك معناها. لا 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 بلا، انت مين؟ انت انتمسي هي كلمة إنجليزية بس بزيدها عادل إمام بالنكتة. بس هلا لما يلزمنا احنا نحكي عن سياق عن كونسيبت معين عن مجموعه صفات معينه بتشير لإشي بالواقع بنروح ايش نعطيه اسم ولحد الصوره طيب هلا اذا كلمه المينينج لما تشوف كلمه مينينج وكونسيبت وسيمانتكس هم بالضبط مترادفات يعني شو المينينج تبع كلمة تابل؟ هذا المينينج هاي شو الكونسيبت تبع كلمة تابل هاي شو السيمانتكس تبع كلمة تابل هاي أو المعنى والمفهوم المينينج هو نفس الجميع سيمبل سيمبل جوزيف المينينج مش سيمبل يا يعني. هاي المينينج المينينج اللي هو الكونسيبت الكونسيبت تكون بالسيمبل لا
بتكون من ست فروز. We have in mind to distinguish things in reality. مش دي الجدول. أنا بقول هذا السيمبل تبع هذا الكونسبت. سيمبل تبع هذا الكونسبت. هذا زي ID أنت اخترعته يا إنسان. لا عشان تشير لمجموعة صفات في راسك. في الكونسبت هي. هو مجموعة صفات في راسك أنت. واضحة؟ هل أوكي. هلا المشكلة إنه a concept might not be agreed among all people. يعني لو فتحنا رأس عتاب وكلكينا كم صفة هي موجودة عندها عشان تشير لكلمة جدول بالمعنى سوري تابل بالمعنى طاولة مثلا. كم concept في رأسي؟ كم صفة؟ ما عدت همش. يعني 100 فتحنا رأس عتاب لكينا 100 صفة. نو 100 صفة. 100 صفة للطاولة. 100 صفة هي عملتهم تستعملهم حاطة عليهم خط. يكون هذا الكونسبت اللي أنا بستعمله هو هذول الصفات اللي أنا بستعملهم لما أشوف أي شيء في الدنيا. بقدر بحطه تحت طاولة. طيب لو فتحنا رأس مصري كم صفة من الكاف؟ 100. من وين؟ عن طاولة نفس زيادة على كم من الكتب تتوقعه؟ 99 102 ها؟ فيش اختلاف كثير. ليش؟ أقولكم كيف تعرفون في اختلاف في الشيء؟ وارجو كل شيء في الدنيا مصري وعتاب هل تختلفوا على الأشياء اللي بسموها طاولة؟ لا وين؟ لو أرجيتك أنت إشي معلق بالسكن ملوش جري سميه طاولة؟ وانت؟ لا طيب لو رجيتك اشي ما مش لاجرين فكرة طاولة من لها يجرين اصلا يعني اشي معلك في السكيف وصل للارض هيدا مش طاولة طاولة ها هاي صار بينكم اختلاف انا ممكن اسميها اذا مدام صار بينكم هاي مدام صار بينكم نتفة الاختلاف الصغيرة هاي فهمتوا شو معناها يعني 199 فهمت علي؟ يعني مش بالضبط مرات الناس عندهم ضغط نفس السن. طيب انت من اي بلد مصري؟ انا اصل اليابان رام الله شوي انت من اليابان او سوري من رام الله. طيب لو انا فتحت راس واحد من الخليل في هذا الخليل هون كم صفه طالبه ملايين هو براسه مية، أنا أصرف براسه مية. نفس الرينج. تقريباً، طيب. لو فتحنا راس واحد سوري، من سوريا، من كم واحد؟ لا، تقريباً. يعني زيادة شوي أول شوي. طيب، واحد من السعودية. أثار ولا؟ تكتب حسب المسميات. حسب الاسم هي. لا لا طاولة، إحنا جبت لكم مثال طاولة. مصر. المثال طاولة، يعني مش هيك. طيب لو جينا كلنا لمصري خذ كل الأشياء اللي في الدنيا واختار لي طاولة كم واحد بيختار؟ بيختار اختار مليون مليون شغل من العالم بتلقاها هذول طوايف واحد من سوريا بيختار مليون؟ يكون أكثر أكثر أو أكثر حسب الرولز اللي عنده الاختلاف بينهم مثلا بقى 2% 2% من سوريا بالكثير 5% طب واحد من السعودية طب من المغرب؟ كل العالم كل المغرب؟ كل العالم نفس الشيء لو جينا ل قهوة القهوة وجيناك سوائل كثير قلنا لك ممكن القهوة منها اخترت مليون قلت هذول القهوة بعدين وجينا نوع سوري بنكن تقريبا نفس المليون؟ لا راح يكتب لا ما يجي انواع بحضنا خلاص كيف القهوة شكلها؟ رح يكتب أكثر من التابل يعني رح يكتب أكثر طيب وسعودي؟ أكثر وأكثر يمني؟ لا تقريبا زي السعودي مغربي؟ بيختلف إنه في ناس تعتبر كلام جميل طيب لو جينا جبنا تسمعوا شو معنات حفلة الحنة؟ حفلة الحنة لو جينا عزمنا أنا عندنا أنت من أي بلد؟ من نابلس لو جيتي عزمتي
انت من وين؟ يا من رام الله. لو جيت عزم بيها حفلة حنة او عزم بيها على 100 حفلة حنة عندكم في البلد، 100 حفلة، كم حفلة هي بتعترف انها حفلة حنة؟ بصيرش تقول اه هاي لا صراحة هاي احنا ما بنسميهاش حفلة حنة، احنا بنسميها كذا. لا صح. اذا في نفس البلد تقريبا بيكونوا كلهم نفس الشيء. في نفس البلد اللي من نفس نابلس كلهم بسموهم حفلة حنة. اللي من رام الله لما تيجي من رام الله كديش يعني من رام الله بيقبلوا من 100 حفلة كديش بيقبلوا هاي اسمها حفلة؟ كله 99. جن واحد من الخليل. يعني إذا حكت هاي حفلة حنة يعني الاحتمال 99% إنها تحكي عن ثاني حفلة حنة، لأنه بما إنه الحفلتين في نابلس معناها تقريبا سنترح كل نفسي. أوكي يعني باختلافات صغيرة. هلا بس هي بالنسبة لها حفلة الحنة برام الله إيش ده؟ احتمال مش كثير كذا. طب لو جبنا واحد من الخليل، لو عزمتي واحد من الخليل لا بزيد الاختلاف. لو عزمتي حدا من مصر بصير يقول لك لا دي مش حفلة حنة، دي حفلة كذا كذا كذا. حدا من المغرب اذا concept might not be agreed among all people، مش 100% لما نفتح روسنا الكونسبت نفسها في لان كل الناس not exactly the same set of rules or properties agreed by all people. متفقين معاي؟ متفقين؟ طيب هسا شو اللي بتتفقوا كمان معاي انتم عليه؟ انه او خلينا نقول طب ليش هي كل حفلات الحنة في نابلس زي بعض؟ لا هلا انتم نفرض حفلة حنة طلعوا بحنوا فيها العريس مش العروس. مو هيك؟ اه مو هيك. طيب بحنوا فيها بس ابو العريس بس. اه صار ابو العريس بيتزوج. اذا شو اللي انتم بتقبلوه؟ ابو العريس. العريس؟ لوين انت؟ بدي شاف بالعماد اسمع. يعني اذا احنا شو اللي عادة لما نعطي ونقول حفلة حنة بنستعمل الموست كومون، نستعمل الموست كومون بروبرتيز الصفات الاكثر شيوعا، مش والله بنكل من الميت في حاله شاذه ومن نبني عليها مزبوط. فالموست كومون بروبرتيز within a community of practice. يعني هلا انتوا مش سنافر، يعني الاصطلاح في جامعه بير زيت على الطلاب الجداد اللي بيدخلوا الجامعه الجداد شو بسموهم؟ صنفور خرشيه. هاي هلا اول ما يدخلوا سنافر مش بس بتطلعوا على الجامعه ومن باني الجامعه، بصير في لغه معينه او مفاهيم معينه نفس الكلمات. هلا بجوز انتم بتسكنوا مع حدا بتتعلم كلمه جديده من حدا من مدينه ثانيه، بس مش هذا المهم. المهم الكونسيبت نفسه بصير تتعلم فيه. انت متعود انه الاكله هاي اسمها كذا، هم بيحكوا انا بسميها مقلوبه. هيك جاي لي واحد من الخليل حاط لي بدل الجزر بدل الزهرة حاط جزر وراح سمالي اياها كدري ولا بصل سوري سماها كدري. طب انا بسميها ايش؟ الاشكالية انه نفس او نقول مثلا نعمل طبخة لبن، اهل الشمال بيعملوا اللبن الرايق بيعملوا مالكة هلا اهل الجنوب شو بيساووا؟ من الجميل. طبعا هلا هي نفسها صنفور اول ما يدخل يتعلم من زميله طالب جديد انه هاي كمان ماركة لبن بالبداية بيستنكر فبيوسع هذا الطالب الجديد اثنين بيوسعوا مداركهم، بينما ارجعوا لامياتهم او لابوتهم هذول الثاني اللي اجوا الاختلاف مرات بيكون اوسع. فهذول لما اجوا عملوا انتر اكشن مع بعض صارت كوميونيتي صار في لغه او سوري لغه يعني مش كلمات الكونسبتس انا بحكي كل الكونسبتس هذول صار المشتركات. هلا مثلا الدكاتره تعين اي تي في فلسطين في بينهم كونسبتس مشتركه اكثر من غيرهم صح؟ الدكاتره بفلسطين في بينهم كونسبتس مشتركه بغض النظر هو من الخليل ولا من جنين، في اشياء مشتركه. الميكانيكيه في بينهم كلمات مشتركه معاني مشتركه اكثر من مرات جاره اللي طيب هلا
كل ما المشكلة وين؟ اللغة العربية بيحكيها كم دولة أو كم واحد؟ حوالي 400-500 مليون واحد، مزبوط؟ في الأربع 400-500 مليون واحد لما بيحكوا اللغة فمعناته كل كلمة بالنسبة لهم فيها معاني معينة. وين الإشكالية اللي بتصير؟ إنه لما في شيء انتر أكشن داخل المجتمع العربي الانتر أكشن قليل، المفاهيم مالها تصير غريبة عن بعض. كل ما زادت الانتر أكشن بصير بصير المفاهيم تكبر. يعني لما بنكون عندنا لارج كوميونيتي وليس انتر اكشن ليس كونسبشنز، مزبوط؟ طيب هلا شو البوليسيمي والسينونيمي؟ شو البوليسيمي والسينونيمي؟ شو البوليسيمي؟ هلا هاي شو يعني بوليسيمي؟ يعني تعدد معاني. بوليسيمي يعني هاي مثلا كلمه تيبل الها اكثر من معنى. لما يذكر الكلمه اكثر من معنى، لما يذكر الكلمة أكثر من معنى بنسمي الكلمة بوليسيموس. بوليسيموس لما يذكر الكلمة أكثر من معنى بنسميها إيش؟ بوليسيموس. شو سبب إن هالكلمة لها أكثر من معنى؟ إنه تطور اللغة. إنه لما طلعت كلمة سيارة كانت زمان السيارة اللي هي القافلة، وبعدين لما طلعت المركبة الآلية زمان ضمنها سيارة. ليش؟ هيك استعدادنا الكلمة. لما طلع الجوال كمان سميناه جوال. فإحنا منعيد استعمال، يعني هذا السبب، منعيد سبب البوليسيمي من الكلمات. فيش لغة فيش فيها بوليسيمي، انتبهوا. فيش لغة إنه كلمة كل كلمة لها أكثر من معنى. واضحة؟ هلا زي ما قلت السبب إنه إحنا منعيد استعمال الكلمات. شو السينونيمي؟ شي السينونيمي؟ هل في ترادف باللغة العربية علي؟ فيها. أنا بقول شو ترادف؟ في ترادف؟ يلا أعطيني كلمتين اللي نفس المعنى. جدول ونهر. جدول ونهر. يلا نهر النيل. جدول النيل تقبل؟ مش مترادفات معنا. جدول ونهر. إذا فعلاً سينونيم معناته كانت بلد. هلا بس العلم انتو غريب، أول مرة حدا يقول إنه بيكبر إنه في ترادف باللغة. عادة الناس معمولهم غسيل دماغ إنه لا يوجد باللغة العربية ترى مكلمتين مترادفات. هيك علماء العربية أو علماء اللغة بيقولوا هذا الكلام خاطئ. ليش خاطئ؟ فيش ترادف؟ انه نقول فيش ترادف باللغة او نقول في ترادف باللغة. خاطئ اثنين. نعم. حسب شو نقصد بالترادف. هلا الترادف انه عندي تو لكسيكال يونتس بنسميهم مترادفات اذا بنقدر نستعملهم بسياق ما ولو واحد. نقدر نستبدل الكلمتين. يعني نقول كلمتين مترادفات إذا لقينا سياق ما أو جملة ما نقدر نستبدلهم مع بعض. هلا زي خذوا هذا السينونيمز هنا في اللغة الإنجليزية. في عندنا تيبل أو تابيولار أري. هاي تيبل أو تابيولار أري. هاي بنسميها سينونيمز. واضح؟ هاي ما هاي سينونيم. تيبل يعني طاولة. هلا هاي شايفين هذا الجبل؟ صورة الجبل هاي من فوق مفلطح يعني مستوي وحفافه حادة. هذا بالانجليزي اسمه تيبل. بالانجليزي اسمه تيبل. او في له كلمة ثانية بنستعملها مسا. مسا او تيبل ممكن نستبدلهم بالسياق اللي بنعرف فيه ايش هذا المفهوم. هذا المفهوم. وهون تيبل وتابيولار اري بهذا المفهوم برضه ممكن استبدالهم. اذا الترادف باللغه كالتالي طلعوا كيف؟
كل كلمة قالها أكثر من معنى، نفترض إنه هاي الكلمة كذا معنى إلها معنى؟ خمسة. وكلمة ثانية إلها كذا معنى؟ أربعة. هلا إذا لقينا إنه كلمة معنى معانيها مع الكلمة الثانية مع معنى من معاني الكلمة الثانية تطابقن، بنسميهن كلمتين مترادفات في السياق الفلاني، مش مترادفات بشكل عام بكل معانيهم. هاي كلمة بدي أعيدها لأنه هذا الكل بخربش فيها. مفهوم الترادف اللي احنا بنسمح فيه هون شو هو؟ انه بنفترض ان الكلمة لها اكثر من معنى وكلمة ثانية لها اكثر من معنى، وقد يكون بعض معانيهم مشتركة، وبالتالي قد يكون واحد او اثنين او ثلاث او فمنقول يترادفن بهذا المعنى. هذا معنى الترادف. فمن هلا شو سبب الترادف؟ ليش طلع ترادف باللغة؟ لانه زي جوال اللي هو الموبايل يعني، وطلع بالاردن احنا عندنا كنا نسميه كنا نسميه بلحظه من اللحظات بليفون، صح؟ بليفون. في ناس بعد اليوم بعد ملزق فيه بليفون. هلا هلا بالاردن شو سموه؟ خليوي. في دول ثانيه بسموه نقال. هلا عارفين شو سبب هذول سينونيمز؟ هذول سينونيمز لنفس المفهوم ولا لا؟ خليوي وجوال ونقال بيكونوا سينونيم لنفس المفهوم. هلا اللي بنحكيه انه طب شو سبب هذا الترادف؟ اللي هو اللي بنسميه الباراليليوز. ايش يعني؟ انه المجتمع مجتمعين بيصدرن كلمتين لنفس المفهوم لنفس الوقت، وبعدين بنكتشف انه الاسم عندهم كذا، احنا عندنا اسمه كذا، بعدين بصير نقول هذول كلمتين سينونيمز. Some lexicographers claim that no synonyms have exactly the same meaning in all contexts. يعني فعلا انه ممكن ما فيش باي لغه كلمتين كل معانيهم بترادفن مع معاني الكلمه الثانيه. يعني عندي كلمة لها خمس معاني وكلمة ثانية لها خمس معاني وكل كلمات هاي كل معاني هاي الكلمة كمان مترادفات مع كلمة. هاي عادة ما بتصيرش، بس اللي بصير انه في اوفرلاب بينهم محدود. اخر شغلة بنحكي عنها ما خلصنا تقريبا اللانجوج. اول سؤال بيجي بالامتحان عن هاي الجملة. هلا بنقول كونسبت، يعني أسألكم سؤال، هل الكونسبت إذا مستقل عن اللغة؟ الكونسبت استعمل اللغة أكيد. أه استعمل اللغة لا تفكر بالكلمات معلش ترجموش. لا لا لغة عبارة عن كونسبت. الكونسبت الكونسبت في راسك يا أنت بتستخدم لغتك عشان توصف الكونسبت اللي في راسك. أنت بتسمي انت بتستعمل هاي من العربي ولا من الانجليزي؟ هون ديبندنت على اللغه. هاي وهاي هاي في راسك بعيد عن اللغه، صح؟ مزبوط نصري؟ مثال بنطرش ما بعرف باللغه ما عم بسمع اللغه بس في عنده كونسبت. في عنده كونسبت يعني كنت تقولوا لي انه ما هي الكونسبت في راسنا وبالتالي مستقله عن اللغه بغض النظر ما لها شغل. كيف عندك كونسبت؟ حسب ما شو بيحكي لك طبيعي مش بيحكيش بس بيعرف نفس ال كيف عرفت انه حكى لك انها كونسبت؟ لا هلا في بصير لغه ثانيه بينك وبين الخطب فيها. هاي اللغه هون اللغه هون احنا بنستعمل اللغه عشان بس ناشر لبعض على انه مفهوم في راسك. طيب هلا اللي بقول لكم اياه انتم هيك انتم بتقولوا الكونسبت مستقله عن اللغه اندبندنت من اللغه، مزبوط؟ جملة شو بتكون؟ not totally مش 100%. يمكن لأنه كل واحد من الكونسبت على لغته. يمكن لأنه كل واحد لما يجي يعبر عن الكونسبت اللي براسه بيستخدم لغته. لا في أشياء صارت تشرح because طلعوا شو بتقول الجملة because they typically depend on the culture of the language speakers. يعني
إن أنا لما أجي أقول حافة الحنة صح، هي كلمة حفلة الحنة سيمبل، بس هاي الحفلة أنا مواصفاتها في رأسي صح؟ مزبوط. بس ما هو أنا جاي من مجتمع عربي، فالحضارة والثقافة تبعت اللغة هي اللي بتأثر على الكونسبت. يعني مش هدول الكونسبت أنت تأثري فيهم من الثقافة اللي حواليك، يعني أنت تشتركي مع حدا من نفس بلدك أكثر ما بهذول الكونسبت أكثر ما بتشتركي مع حدا لما تبعدي. بالتالي عشان كل أهل بلدك بيحكوا نفس اللغة، هلا هي ما لهاش علاقة باللغة بصراحة، الكونسبت اندبندنت من اللغة. بس ليش قصدي مش توتالي؟ عشان الكلتشر تاعت اللغة، الكلتشر تاعت اللغة بتأثر على طريقة تفكيرنا. فهمت علي؟ وصلت؟ طيب many concepts are shared across languages. علي لما اقول لك book كتاب، نفس الصورة. table طاولة، نفس الصورة. صح؟ هلا اذا احنا بنحكي مثلا انا الاتراك، احنا الاتراك العرب مع الاتراك في بينهم كثير انتراكشن صح؟ هذول بيحكوا لغه، ما نفترض انه خذوا من الاتراك مع السوريين، نقارن تركيا مع سوريا. تركيا وسوريا في بينهم كثير ايش؟ انتراكشنز، بتجوزوا من بعض، بزوروا بعض، بيسافروا عن طريق بعض، بتاجروا مع بعض، لانه قراب مزبوط؟ اذا في تبادل للكونسبتس بين بعض، مزبوط ولا لا؟ طيب هل في كونسبتس مشتركه بين اللغه العربيه مع اللغه التركيه؟ ومع الانجليزيه؟ ومع الفرنسيه؟ صح ولا لا؟ في كونسبتس نفس اللي موجوده براس الفرنسي هو نفس اللي براسه تقريبا almost، بس هو بيستعمل كلمة تاب، انت بتستعمل كلمة طاولة. ها هلا well the more interactions، قد ما ثقافتين، يعني ثقافتين قصدي يعني مجتمعين بيحكوا لغات مختلفة، the more interaction between two communities speaking different languages the more shared concepts can be found. قد ما المجتمعين بيحكوا مع بعض قد ما الكونسبتس مالها بتأثر في بعض. اللي بيروح على قبرص بيكتشف انه القبرص الانتراكشن مع لبنان وسوريا ضخم جدا، وبالتالي ثقافتهم اللي بيصير كل هذول ثقافتهم عربية بس بيحكوا ايش؟ قبرص. تخيلوا هاي الثلاث كرات هذول عندنا عربي انجليزي مع فرنسي، هاي المنطقه شو هي يا اماني؟ عربي وفرنسي، وهاي عربي مع انجليزي، وهاي انجليزي مع فرنسي، وهاي كل ثلاث لغات، هاي موجود بثلاث لغات. طيب فكرك انت رايكم وين احط الكره؟ هاي الخضراء اجيبها تلا الانجليزي اكثر ولا تلا الفرنسي اكثر؟ تلا الانجليزي اكثر. تختفي العربي. طب اجيب الانجليزي الجاي؟ طيب ناخذ الانجليزي نجيبها تلا العربي ولا تلا الفرنسي؟ الفرنسي. الانجليزي والفرنسي مشتركين بين بعض اكثر. طيب نفترض انه هاي مش فرنسي، انها سوري انه هاي مش فرنسي، هاي التركي مش انجليزي تركي؟ يمكن احنا والاتراك شوي متشابهين. متشابهين نعرف ان اكلاتنا اقرب على بعض، اكلاتنا اقرب، عاداتنا اقرب، لانه هم اصلا يعني ديننا اقرب. بالتالي
الكونسبت مالها كرر شوي. طيب اذا هاي تركي بنحركها مش باتجاه الفرنسي، بتطلع لفوق اتجاه العربي، صح؟ طيب اذا هاي يوناني، سوري هاي يوناني، خليها عربي انجليزي يوناني، عربي انجليزي يوناني، كيما روح بالفرنسي بدي احرك اليوناني النص، النص اليوناني لا بشتكش معنا، الرسمية تريدون مجرفين ففيه انتراكشن، أقرب على الإنجليزي أسفل اليوناني، أقرب على الإنجليزي. طب قبل 1000 سنة على العرب، يعني لو قبل 1000 سنة بلك اليوناني هون، بس اليوم بخربها بالنص هيك، بتقرب على الإنجليزي أسفل، بخربها على الإنجليزي أكثر. كلامك منطقي. شو هذا الكلام معناته؟ أنه لما كان اليونان الانتراكشن مع العرب أكثر، كانت الكونسبت أقرب مع العرب، صحيح؟ هلا كلا. طيب هل انتم نفسكم حاملين نفس الكونسبتس؟ على فكره والكلام صح، وهي اخر هذا اخر شيء، بس اخر سؤال لإلكم، هل انت نفس الكونسبت اللي انت حامله في راسك عن حفله الحنه، هل هو نفسه اليوم عن بعد 20 سنة؟ قبل 20 سنة أو قبل 20 سنة نفسه، يعني تغير يعني بمعنى آخر اللغة العربية المعاني اللي فيها مالها؟ بتغير. معنى الكلمة ماله؟ بتغير، بيروح بكاء شيء، بس في شيء ثابت أستاذ زي؟ في شيء ثابت، يعني القرآن الكريم بتغير المعنى؟ زي؟ القرآن الكريم في اللغة العربية أضرب لك مثال بتغير المعنى؟ اضرب لك مثال، بس هي في اضرب لك مثال، كل اضرب لي مثال، اضرب. طب شو معنى وشروه بثمن البغس؟ اشتروا بثمن البغس، اشتروا بثمن الخياس؟ نعم ما شاء الله عليك. طيب معناها بثمن البغس. طيب ارد لي يعني ايش القاف اشترت سيدنا يوسف بثمن بغس؟ شو العزيز مصر اشترى سيدنا يوسف وقتها؟ ارد لا بلا، وشروه بثمن اي غرض؟ دراهم معدوده. ايوه وشروه بثمن البغس دراهم معدوده. كان فيهم الزاهدين. قالوا لي كانوا فيهم الزاهدين. اللي اشتروه؟ لا اخوته اللي شروه بثمن البغس، اللي شروه اخوته. استاذ لا شروه بثمن البغس دراهم معدوده وكانوا فيهم الزاهدين. لا اللي شروه اخوته. اخوه اشتروه؟ لا اخوته هم اللي حطوه. معناها كلمه شروه معناها باعوه. شروه يعني ملوش خاطر الدفاع. القافل اللي بعده. طيب اوكي. لا هو تصرفه اخذوا على باعوه. اخذوا ما باعوه. يعني كلكم تكفوا. اخذوا ما باعوه استاذ. القافل اخذته من البير هم اللي باعوه. ما باعوهوش اخذته. سوري كلام صح. القافل هم مين؟ هم اللي باعوه باعوه بس شو كان يقول؟ وشروه. اوكي. كلمة وشروه. لو حكيت لي اياها كلمة وشروه. معناها شو صار يعني؟ معقول. كذا درجة المعنى؟ بس هي انا موجود عندي بالكونسبت هون. هلا الكلمات اللغة العربية معناها بلف بتغير، شو معنى الكافر يا مهند؟ مش ممكن. ما كفر يعني غطى. كفر غطى. الكافر هو المزارع، بدل ما نقول اليوم فلاح مزارع، بكذا زمان يقول كافر. صح استاذ، هي اللغة بتتغير، لأن زمان أيام الرسول كانوا يستخدموا الأشياء بعكس معانيها، يعني كانوا مش بعكس نو 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 يعني لا 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 فهم علي، يعني كانوا يحكوا مثلا الشخص مثلا سقيم يمكن أو شيء هيك، إنه الشخص السليم وإحنا نعتبرها الشخص المريض هيك. الشرط معناها حرام، معلش ها يعني كلمة أزعر بال بال باللغة العامية كلمة أزعر، زمان بكت الأزعر على فكرة الأزعر اللي هو القصير اليوم لا بلا بكل سارة صار كثيرة لا يعني وكلمة بعدين صار كلمة أزعر حدثنا المعنى شوي صار أزعر يعني المشاغب البلطجي بعدين اليوم أزعر ولا الولد أزعر إيش يعني فتح وحدك يعني الكلمات اللغة المعاني تتغير طيب أنت أي سنة اشتريت أول زوال لك يعني أي صفحة العاشر يعني قبل خمس ست سنين
ها؟ طيب هاي لما اشتريت جوالك شو الفانكشناليتي اللي بقت فيه؟ سند ام؟ ها؟ شو الفانكشناليتي؟ كم صورة؟ كان في صور زمان مازن انا على زماني فكنت بلف الدبشه الدبشه اللي اصلا ما بتخزنش فيها ارقام هلا اليوم الجوال بطل للاتصال زمان كنت تشتري الجوال لتتصل او بجوز لحد اليوم تقريبا بس الغالبيه اليوم بطل يشتري الجوال عشان الاتصال صار يشتري للفانكشناليتيز اللي فيه الثانيه مفهوم جوال انه اداه للاتصال ماله قاعد يتغير يعني بطلنا نعرفه انه اداه الاتصال هذا اللي تعمل الكلمات بدك انا قلت لك الخروف الخروف العلوش العلوش انا بحكي على الخروف على فكره هذا اختلاف مش بالمعنى هذا اختلاف هم عندهم بس كلمه ثانيه هاي سينونيم بس انا بقول لك المعنى نفسه تبع الكلمه متغير هلا شوي بدي اسال من اول محاضره بس استاذ لو كانت مثلا لو كلمه على يعني مش شيء في لو صفه يعني مثلا المستحيل كلمه امبوسيبل بالانجليزي لما جيت كنت في الاردن لما كان واحد فلسطيني انا يحكي لي ولا مره ما فهمش انا ولا مره يعني مستحيل احكي له شو يعني شو بتحكي لي ولا مره ما مع ال يعني بعدين تعلم بالضبط بس شو يعني اذا دخل هون ولا انا لا هاي مش تغيير هاي بالضبط انه في سمن انه انت يعني تعلمي لا هاي شو بتعتبر سمن هاي سمن انه مستحيل هاي سنن هاي مش اختلاف بالكونسبت يعني ولا مره هاي انستنس هاي في الواقع برضه ما لهاش انستنس بالواقع شو في شغله يعني هاي هذا فيكسر سؤال هذا سؤال اخر يعني يا ريت لو صح لي انا اجاوب عليه انا في وجهه نظري انا من الناس اللي اوكي معظم العلماء بيقولوا في بعض الكونسبت ما لهاش انستنس انا شخصيا ضد هاي الاشياء انا بقول فيش شيء ما لهش انستنس طبعا المستحيل طبعا له انستنس لا دي جورجيك اياه ما هو في بعض الانستنسز ابستراكت يعني ابستراكت هلا بمعنى انه زي احسن مثال نقول عدل شو الانستنس لكلمه عدل؟ يمكن التطبيق تبع بالضبط هلا انت افرض اني انا حطيت العتاب لازم هي تجيب 99 حطيت لها 70% شو فيش كل هي؟ مش عدل يا استاذ هلا اذا هاي الحاله هي انستنس لمفهوم عدل انا بس كلامي اللي زي بالمناسبه يعني بس عشان تكونوا عارفين هكذا ضايف بس عشان كلمة نروح بس بدي اقول لكم اياها انه معاني الكلمات في اي لغه متغيره 100% مش انت نفسك قلت لي انه حفله الحنة انا بغير مفهومي صفات اللي في راسي عنها تتغير عبر الزمن تخيل عبر 1000 سنه شو بضل شو بضل من المعنى سلام هلا وفي كلمات نبطل نستعملها من مره الكلمات بتفوت وبتطلع والمعاني بتفوت وبتطلع طب ولا كيف بنفهم على بعض؟ ما بتغيرش مره واحده بتغير نسبيا بتغير نسبيا هلا انت لما تقرا وثيقه عمرها 200 سنه شو بتفهم منها يعني؟ ايش؟ ايش عن الرسول بدك معاني ممكن ترجمها عن جنب بالانجليزي ملاحظ كيف؟ استاذ عشان هيك الكونسبت مش توتالي ديبندنت على اللغه لان اللغه نفسها بتضيع اصلا عشان هيك القران الكريم احنا هسه لما نقرا ما بنفهمش بنروح للتفسير عشان تفسير العربي كده ما كانوا يفهموا. تنقصنا السياقات. يعني كثير مثلا الفتنه اللي هي حرق كلمه تفتن يعني انك تحرق. فكثير من الكلمات تغير معانيها وانت بحاجه للسياقات كلها عشان ترجع تسترجع المعنى الاصيل. فأقول حال هذا هي بس بناء على هاي المفاهيم المرة الجاية حدون ندرس إشي نسميه الويردنت والمحاضرة اللي بعد حندرس العرب الكونتولوجي يعني هاي مفاهيم ضرورية بس مفاهيم عامة ضرورية نعرفها عشان نقدر نبني أنتولوجيز وويردنت وأشياء اللي منها بنعمل أبليكيشنز للآي تي يعني هاي فاندمنتال اللي نسميها المحاضرة في أي سؤال؟
نعم.